وياه. من الامور المضحكه ذكرت سابقا ان كل ما وزنت الحصان في السرعات الجديده زي ما قلت ممكن الحصان يعاني في التحرك في البدايه لانه يحس انه ما ادري يسوي اللي يبغاه، يبغى يقمص يفشل، يبغى يروغ يفشل، يبغى ينطلق يفشل، قاعد ياخذ وقته في اعطائك ما تريد لانه ما يتوقع انه قادر على فعله وانت على ظهره، بس من يوم يسويه يسهل عليه فعله، يعني تحس انه يا الله يهذب، ثم الهذب يصير الموضوع سهل جدا، فمع الوقت يصير حتى ما يقدر يرفض الهذب بسهوله هذبه. المضحك انه مو بس يصير صعب عليه انه يرفض السرعه اللي تبغاها تكيه تبغاها على طول، يصير يفضلها اذا كان تركيبته اقرب لها، زي هذا مثلا مدي وفي مسه ومره متناسق وفي ضعف وصغير السن، فرغم ان خبط يسبح سباحه يعني انه طويل لكن يبقى كمدي الهذب احسن له من الخبط، فيا الله يهذب ومعاناه، واذا هذب بسرعه يرضي والى اخره. مجرد ان هذب بدا يزين الان، قبل شوي مثلا قاعد هذبه وقبل ما وقف صار خيط النان تماما، ابغى يرجع خبط بشوف من نفسه يرجع خبط او لا، ما رجع استمر هذب، لا هو باللي زاد ولا هو باللي خفف، كني راكب حصان تحمل مقابل العنان، ان تركيبته اصلا المدي ما دريت عنها طقت رجلي، بس انا ما طقت رجلي هو، مشكله النور يعميني لما يكون في عيني ما اشوف قدامي، نحطها على نفسي عشان ما عشان هو يشوف ما يتأثر، هو يشوف أنا ما أشوف، بس مشكلة في أمور لابد أنا أشوف فيها. كحصان مدي يحب الهذب، من يوم عرف إنه يقدر يهذب وأنت على ظهره يصير يفضل الهذب على الخبط. في البداية تحس إنه مستحيل يهذب بسهولة، ثم إذا هذب تحس إنه مستحيل يفضل الخبط على الهذب، طبعا برجع الخبط لو بغيت، بس المضحك في الموضوع إنه يا الله يهذب، بحيث إنك توقع إنه بيطول، مع الوقت إذا هذب يصير هذب سهل بسهولة وبسرعة. ثانيا اذا هذب مو بس بسهوله وبسرعه ويعجز عن الحرنه او رفض الهذب، بل سيفضل الهذب عن الخاب اذا كانت تركيبته اقرب للشيء هذا. العكس لو كان مدرب خطا بيهذب بسرعه، بس عقب ما يهذب بسرعه بيوريك على ما قالوا احلام سيئه، وبيصير كابوس بالنسبه لك انه يقمص ينطلق يروغ الى اخره، بتقول ليته ما هذب او ليته ما فكر يهذب.